لكم مشاهدنا من جديد، تابعين معكم بالبرنامج صباح المباشر أنورو معنا. طبعا نحن بمواكبة من قصر بعبدا القصر الجمهوري مع الاستشارات النيابية اللي عم بيقومها فخامة الرئيس العماد ميشيل عون اللي عم يبديها مع رؤساء الحكومات السابقة، الرئيس تمام سلام، الرئيس مئاتي، الرئيس سنيورا والرئيس عبد الحريري طبعا. وطبعا كل التسميات عم بتروح صوب الرئيس سعد الحريري، وبالتالي الكتل النيابية المتوقعة كمان الجاية حتسمي الرئيس الحريري. نحن بهذا الإطار بيسعدني وبشرفني أني رحب بمعالي الدكتور حسان دياب، الأستاذ الجامعي البروفيسور في هندسة الكهرباء والكمبيوتر في كلية الهندسة والعمارة بالجامعة الأمريكية ببيروت، طبعا اللي عنده أكثر من 30 سنة من خبرة وأكثر من 140 إصدار من منشورات ومؤتمرات وغيرها. أكيد حاز البروفيسور دياب على 20 تنويه وجائزة محلية ودولية، وأيضا كمان أكثر من 80 تكريم بمضمار هذا الشغل. هلأ حاليا هو عميد مؤسس لكلية الهندسة ورئيس مؤسس لجامعة أكيد في الأيوبي. أنا بدي رحب فيك لأنه اليوم رح نحكي أكثر عن المرحلة المقبلة، اليوم رح نحكي عن لبنان ما بعد فخامة الرئيس ميشيل عون، وخاصة أنه عندك خبرة في مجال التربية وتسلمت وزارة التربية والتعليم العالي بين 2011 و2013. هيك بشكل عام بداية ما ندخل بالتفاصيل، خبرنا عن المرحلة المقبلة كيف تشوفها؟ بس تصحيح معلومات قبل ما أقولك عن المرحلة المقبلة، أنا ماني عميد مؤسس بكلية الهندسة في الأيوبي في جامعة ظفار في سلطنة عمان، أنا نائب رئيس في الجامعة الأمريكية في بيروت. المرحلة المقبلة بنظري يعني ما في شك انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشيل عون بيطوي مرحلة كانت صعبة على مدى السنتين ونص اللي فيها تجاذبات سياسية وصلت يعني البلد على الهاوية تقريبا، إن كان على الصعيد السياسي ولا الاقتصادي ولا المعيشي. من هالمنطلق المرحلة القادمة لابد أنه يعني تعالج كتير من الأمور بالأخص الأمور المعيشية، وبالتالي يعني أمل اللبنانيين وأملنا باعتقادي رح بتكون مرحلة يعني تقدر تعالج كتير من الأمور الحياتية يلي اللبناني لازم يكون محورها. طبعا اليوم نحن عم نشهد استشارات نيابية في قصر بعبدا، والأجواء راحة كلها صوب تسمية الرئيس سعد الحريري كرئيس للحكومة. تعتقد أنه مرحلة ما بعد التسمية رح تكون سريعة بتشكيل الحكومة، ولا بتعتقد لأنه في طرف سياسي معين كان خارج التركيبة ومثل ما ذكر كان في ثنائية بالاتفاقيات رح يعطل هذا الموضوع ورح يأخر تشكيل الحكومة باعتبار أنه بده يفرض شروط معينة؟ يعني واضح أنه يعني تم طي صفحة بالنسبة لل التجاذبات السياسية السابقة، واضح أنه في يعني تنسيق وتقارب بين الأحزاب السياسية المختلفة اللي كانت متصارعة سياسيا، لأنه مثل ما قلت لبنان صار على شفير الهاوية، وبالتالي من الطبيعي أنه دولة رئيس يعني سعد الحريري يتم تسميته بهذه المرحلة. واعتقادي الشخصي انه ما المفروض يعني استشارات بين اليوم وبكره، وبالتالي يعني دوله رئيس مثل ما بنتوقع اذا تكلف نهار الاثنين ببلش باستشاراته لتاليف الحكومه، وما بعتقد رح بيكون في يعني عثرات كثير كبيره لحتى يعني يوصلوا لحل ربما قبل عيد الاستقلال حكومة جديدة لأنه بعتقد صار واضح عند الكل يعني هم اللبناني ما بقى مين بيستلم منصب وزاري بأي وزارة. وصار واضح للسياسيين أنه إذا الحكومة ما وضعت المواطن اللبناني
كأولوية لمعالجة كل مشاكله. يعني ما بقى عم نحكي بس عن معالجة الكهرباء اللي صار لها عمرها 40 سنة والمي عم نحكي أيضا عن البطالة اللي وصلت لنسبة فعلا غير مقبولة. يعني في أمور اجتماعية الحياتية المواطن بالضبط. فبالتالي بعتقد يعني رح بيكون في تسهيل بهذا الموضوع، وإلا بالفعل بنفوت بالمجهول. يعني في ناس عم بتقول أنه قبل الانتخابات النيابية ما في حكومة، رح يضل الرئيس سعد الحريري مكلف وفي حكومة الرئيس تمام سلام تصريف أعمال. ما بعتقد الأحزاب السياسية بتفوت بهذا الـ نعم. يعني الموضوع، لأنه هو خسارة للكل. وبعدين إذا رجعنا وصلنا ل يعني للمرحلة إنه بدنا نرجع نمدد لمجلس النواب، بعتقد هذه بتكون الكارثة بعينها. فكلياتهم واعيين على موضوع إنه في حاجة لحل سريع طبعا. لحكومة تعالج الأمور المعيشية، وطبعا تحط من ضمن أولويتها أيضا قانون الانتخاب عصري يقدر يتم تطبيقه. معاليك هلأ كمان الرئيس سعد الحريري عم بيدخل قصر بعبدة أو عم بيخرج من قصر بعبدة بعد ما التقى الرئيس ميشيل عون، طبعا رح يدلي بتصريح وأكيد رح يسمي سعد الحريري. نحن رح نحكي عن الرئيس القوي اللي شهدناه هالفترة. نحن بنعرف أنه قبل الطائف كان صلاحية رئيس جمهورية هي جدا واسعة، يعني كان هو يسمي لحاله رئيس الحكومة وكان يقول له روح عمل لي تشكيلات ويرجع يوافق على الوزير اللي بده إياه واللي ما بده إياه، يعين قائد جيش وغيرها من التعيينات. اليوم بعد الطائف هذه الصلاحية اختفت بوقت أنه مثل ما شهدنا أنه لا الرئيس قادر يغير ويعمل. شو بتعتقد هذا العهد رح يختلف عن العهود السابقة من بعد الطائف، خصوصا أنه ما فينا ننكر أنه الوجود السوري كان مسهل لرئيس الجمهورية، كان هو يفرض بقوته ويسهل له، بينما الضعف اللي برز ببعض المطارح عند الرئيس بشار سليمان لأنه كان فعلا أول رئيس بيحكم بعد الحقبة السورية. شو كيف تعتقد معقول الرئيس الحالي يقدر يرجع يثبت المقولة أنه لا الرئيس القوي قدر يغير؟ يعني طبعا ما بدنا ننسى انه الطائف هو صنع من قبل الطبقة السياسية بمعظمها الموجودة حاليا. نعم. فبالتالي الطائف اخرج لبنان من دوامة الحرب، وما بدنا نعيد التاريخ بس صحيح. نحن اللي نحن فيه، طبعا انا شخصيا بتمنى انه رئيس الجمهورية يكون عنده بعض الصلاحيات الإضافية، اما بالنسبة للوضع الحالي يعني لابد انه الكل يتعامل مع الطائف ويطبقوا الطائف يلي هو ما تطبق بكل حذافيره حتى اليوم. اما بالنسبه للرئيس القوي، الرئيس القوي والحكومه القويه هي الحكومه يلي بيكون عندها دعم من قبل القوى السياسيه، اللي بتكون عندها دعم من قبل القوى الشعبيه، من قبل المجتمع الاهلي. برجع بقول القوة هي ب يعني تفضيل المواطن بكل شؤون وشجون الحكومة القادمة. أما إذا بدها تكون مثل على شكل الماضي يعني المحاصصة الحزبية والمحاصصة المناطقية والطائفية، فبنكون رجعنا للنقطة صفر، وما بعتقد لبنان بعد بيحمل هذا الموضوع يعني، وبعتقد صار واضح للكل انه يعني نحن بحاجه لتغيير جذري بطريقه التعامل بالنسبه للمشاكل اللي عم نعانيها كل يوم والمواطن عم بيعانيها كل يوم. طبعا مشان هيك بدنا نشوف الوضع الاقتصادي من بعد انتخاب الرئيس. يعني عاده هي الثقه اللي بيعطيها الانتخاب بيرجع بيحرك العجله الاقتصاديه، بيرجع بيرفع اسعار العقارات وغيرها اللي هو مرتكز عليها لبنان. يعني كيف بتشوف فعلا هالمؤسسات التجاريه والمؤسسات اللي سكرت خلال هالفتره، قديش رح نرجع نشهد على اعاده استثمارات في لبنان بعد انتخاب الرئيس؟ يعني مثل ما تفضلتي الثقه هو عامل اساسي لاعاده المستثمر للبنان. طبعا إعادة الاستثمار للبنان بشكل أساسي له عدة جوانب. طبعا القوانين يلي بتسهل
للمستثمرين يرجعوا للبنان، ولكن أيضا الأمن والأمان والاستقرار السياسي يلي يعني بطبيعة الحال أي شخص بده يجي يستثمر بده يعرف أنه استثماره يعني رح يرجع له، مش بس رح يرجع له، أنه ما رح يفوت بدوامة بمشاكل ربما مفتعلة سياسيا أو أمنيا. فبالتالي أنا بعتقد كله بيمشي مع بعض، يعني لما بيكون في يعني حكومة تأمن كل هالعناصر من أمن وأمان وتطور في القوانين يلي بتجذب المستثمرين، هن من لحالهم بيجوا، لأنه لبنان بالفعل يعني من زمان وجر هو همزة وصل بين الشرق والغرب، ولا يزال هو الأساس بالنسبة لكثير من العرب على صعيد الاستثمار. طبعا هذا الموضوع كمان بينطبق لازم على مثل ما قلت متطلبات الحياة اليومية للمواطن، يعني الكهرباء اللي إن شاء الله بيروح الهدر منها وبيقدروا يدخلوا لمجال نقدر ننتهي من هذا المشكل، للمي، للنفط اللي مش عم نقدر نطلع نفط لأنه بدنا نعمل محاصصة، يعني كل هذه الأمور بتدخل ضمن إطار الفساد وغيره والمحاصصة. تعتقد أنه هذا العهد اللي حامل راية الإصلاح والتغيير وغيره قادر يعمل انتظام في المؤسسات، قادر فعلاً أنه يصير في تعيينات وفي ينهي الشغور في مراكز الأولى والفئات الأولى بالدولة اللبنانية؟ طبعاً هيدا كذا سؤال. بالنسبة للتعيينات أنا بعتقد أكيد بده يصير تعيينات، السؤال مش إذا بده يصير تعيينات أو لا، السؤال أنه هل راح يتم التعيينات الشخص المناسب في المكان المناسب يلي نحن بنعاني منه من عقود عديدة. فبالتالي أيضا اللي ذكرته من قبل، إذا بدنا ننتهي بمحاصصة حزبية وطائفية ومذهبية لتوزيع هالمناصب بنكون رجعنا للنقطة صفر. أنا بعتقد لازم يكون الكفاءة هي بالدرجة الأولى المعيار، وأكيد التعيينات لازم تتم لأنه الشغور هو بأخر يعني عجلة العمل في المؤسسات العامة. أما بالنسبة للفساد، الفساد له عدة جوانب. طبعا أنا بنظري الفساد مش بس بموضوع الهدر المالي، هو أيضا يعني الموظف لما بيجي ساعة أو نص ساعة بالنهار على دوام، وهيدا بنظري فساد. أنا لما واحد بيقبض وما بيجي على شغله كمان فساد، لما يعني لحتى ما أقول نائب أو وزير أي معني بالدولة ما بيكون عم بيداوم كمان هذا فساد. فبعتقد هذا الموضوع لازم يتم معالجته، لأنه يعني للأسف يعني لبنان بلد الفرص ضايعة من 30 سنة ولليوم، فلابد انه يعني ما معقول يكون في جريمه وما في مجرم كل الوقت. نحن بحاجه ليكون المحاسبه موجوده طبعا، بحاجه ليكون الاجهزه الرقابيه تكون فعاله اكثر، تكون فعاله اكثر، بحاجه لقضاء مستقل. بنضل نحكي هالموضوع بس القضاء المستقل معناتها مستقل من السياسيين، معناتها التعيينات ما بتتم من خلال السياسيين طبعاً، بتتم من خلال مجلس القضاء الأعلى. وبالتالي نحن يعني بحاجة لتطبيق الشفافية وتطبيق، يعني بتضحك أنا هلأ لما عملت وزير بتذكر أنه بتعرفي بدك تعبي كل الموجودات الثابتة ومداخيلك وكذا بتحطيه بظرف، ترجع بتعبيه لما بتتركي بتحطيه بظرف. طب هولي هالظروف مئات وألاف الظروف على مدى العقود، مين بيشوفها؟ مين بيعرف؟ ليه ما بنكون بمنتهى الشفافية وبنحطها على ويب سايت؟ وين بتروح مثلا؟ على مجلس الدستوري، يعني المجلس الدستوري هو اللي بيطلع على كل هالأمور، بتضل لحديت ما حدا يرفع دعوة أو تعرف يعني من ضمن القانون. بس المقصد أنه إذا ليه بتكون علنية؟ إذا ليه ما بتكون علنية؟ إذا بدنا نكون بمنتهى الشفافية، ليه ما بتكون علنية؟ ليه لا تكون مخبية؟ ففي كثير من الأمور، يعني طريقة العمل أنا بعتقد لازم تتغير طبعاً لحتى تطمن المواطن، لأنه يعني
بالنتيجة كمان بدنا ننصف المواطن. يعني ما معقول عنا أساتذة مثلا بالتعليم الأساسي أو الابتدائي معاشاتهم قريبة من الحد الأدنى. ففي كتير من الأمور لابد معالجتها. بتعتقد أنه الانتخاب كان لبناني 100% مثل ما عم بيتم طرح هذا الموضوع؟ وهل تشكيل حكومة كمان رح يكون استحقاق إقليمي ولا لبناني؟ وبالتزامن هلأ مع حديثنا كمان رئيس دولة رئيس مكاري كمان نائب رئيس مجلس النواب كمان موجود هلأ بالقصر الجمهوري عم بيعمل استشارة نيابية مع فخامة الرئيس. خبرنا عن الاستحقاق، هل هو لبناني فعلا؟ هلا ما في شك نحن جزء من المنطقة، وبالتالي تجاذبات الإقليمية لابد تردداتها تأثر على الوضع اللبناني، ولكن أنا باعتقادي الشخصي يعني أقرب ما صنع في لبنان بالنسبة لانتخاب فخامة الرئيس، وإن شاء الله خلال اليومين بيتم إعلان دولة رئيس، هو أقرب ما صنع في لبنان بالنسبة ل يعني مقارنة مع ما سبق. صحيح صحيح. فأكيد هيدا يعني سببه تقريب وجهات النظر بين الأحزاب اللي كانت يعني في تجاذبات سياسية بين بالمرحلة السابقة. طبعا نحن شاهدين هلا عم نشهد على ضرورة إقامة قانون انتخاب عصري بتوافق عليه الكل، يعني ناس عم تقول نسبية ببعض المناطق حسب الدوائر. هل معقول نرجع لقانون 60، خاصة انه كل الامور عم بترجح انه نرجع كمان لقانون 60؟ ليش؟ لانه المهل الدستورية لإقامة قانون انتخاب رح تخلص، بقي عنا تقريبا 5 اسابيع. شو بتعتقد بهذا المجال؟ برجع بقول لبنان عنده فرصة ذهبية اليوم، بتمنى ما نرجع ل يعني اخطاء السابق. اذا رجعنا لقانون الستين او قانون الستين معدل بنكون رجعنا ايضا للنقطة صفر بنظري الخاص. نعم. عنا فرصة ذهبية لحتى نكون قانون عصري. حبيبي مش رح يلحقوا بعد 5 اسابيع، ما بعتقد انه يقدروا. لا اذا صار في تمديد اداري او تقني ما منا يعني شهر شهرين 3 اشهر، ما بتصور في مشكله قدام انه يكون في قانون عصري. وانا ما عم شوف وين انه اتفقوا عليه قبل ما يصير في انتخاب رئيس الجمهوريه. يعني بنشوف انه الرئيس الحريري هو بده قانون 60 وقال هو مع تمديد، مشان هيك صارت القصص عم تمرئات يعني واتفاقات قبل ما بعرف على شو اتفقوا. بتوقع انه اتفقوا على الخطوط العريضه اللي ممكن يكون قانون مختلط بين الاكثري والنسبي، وانا ايضا بعتقد انه هذا بيكون خطا كبير. لانه هذا انصاف الحلول اثبتت بلبنان بالماضي انه ما لنا حلول. طب بالنسبه للقانون العصري، اعتقادي الشخصي انا انه لازم يكون قانون بيعتمد النسبيه بالكامل مش جزئيا، وانه لبنان يكون دائره واحده، لانه حلو. بالفعل اذا كان دائره واحده ايجابيات عديده. اولا يعني اللبناني بينتخب لائحه، ما بيقعد ينتخب اشخاص، وبالتالي بينتخب يعني برنامج انتخابي. وثانيا يعني بكل الكمبيوتر سيميليشنز لهالانظمه، يعني بمعنى النظام النسبي اذا تم محاكاته على برنامج كمبيوتر بيطلع باقل تقدير 10% شو اسمه مستقلين، يعني طبعا. عم نحكي على القليله عن شي 15 نائب مستقل، يعني كل الناس. فهيدا كمان امر تشارك. ايجابي. الامر الاخر بتخفف من تاثير المحادل السياسيه بالمناطق المختلفه فعلا. والامر الاهم بتجذب الاحزاب السياسيه لبعض البعض، بدل ما تكون أحزاب طائفية ومذهبية ومناطقية بدها تصير أحزاب وطنية بتضم الكل من كل المناطق من كل المذاهب من كل الطوائف. وهذا بعد أصلا رح نصوب هذه الصورة نحن أساسا بالضبط، يعني عم شوف في تحالفات حزبية عم بتظهر صورة مختلفة عن اللي كان عم نشهدها قبل. نعم. فمن غير المنطقي النظام الأكثري إنه يعني 50% زائد واحد تاخد 100% من المقاعد، هذا أمر ما بقى منطقي. بتعتقد أنه رح يصير في تعديلات دستورية بهذا العهد؟
لزيادة صلاحية رئاس الجمهورية، باعتبار أنه كان الرئيس الحالي دايماً عم بينادي بإعادة صلاحية رئيس الجمهورية؟ أنا بعتقد هذا وارد، وعلى الأقل لازم يعني يتم البحث بين كل الأحزاب السياسية وكل الأطراف، بالأخص أنه بتوقع هذه الحكومة رح تكون حكومة وحدة وطنية. وأنا ما بشوف أنه خطأ يكون في عنده بعض الصلاحيات الإضافية رئيس الجمهورية كونه رئيس البلاد وكونه المرجع الأول في البلاد. معاليك بين إيدي في كتاب إنجازات وزارة التربية والتعليم العالي بين 2011 و2013، خطة ومشاريع ومنجزات. هذا الكتاب القيم فعلا بيضم كل هذه الإنجازات اللي قمت فيها خلال فترة توليك هذه الوزارة. خبرنا شوي عن أهمية هذه المنجزات، وفعلا كيف فينا نقدر ناخدها كبروتوتيب يمكن لإنجازات نقدر نستفيد منها. وأنا بشوف أنه حتى يمكن ما تظهرت كثير للإعلام، لأنه كونك كنت شوي ما عطيت الإعلام الحق كبير أنه يقدروا ياخذوا تصريح منك أو مقابلات، فليش كان هالنوع من الاختباء من الإعلام؟ طبعا أنا مثل ما تفضلتي بالأول أنا إنسان أكاديمي، وبالتالي يعني بركز على العمل أكثر من الظهور على الإعلام. وصحيح أنا يعني عمدة 3 سنين من 2011 لل 2014 سلمت الوزارة بشباط 2014، يمكن ظهرت 30 مرة على الإعلام، بالمقابل بعض الوزراء بيظهروا 30 مرة بالشهر على الإعلام. وكان السبب من الأسباب العديدة أنه كنت يعني منغمس بشغلي بالوزارة. وهيدا الكتاب اللي بين إيديك أكبر برهان، 1200 صفحة بيدون كل الإنجازات يلي قمنا فيها. ما تنسي وزارة التربية والتعليم العالي هي أكبر وزارة بلبنان. هي عبارة عن 3 وزارات بالحقيقة سابقا، اللي هي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة التعليم التقني والمهني. صحيح. فبالتالي لما استلمت الوزارة طبعا الإعلام كان يعني متشوق يسمع شو مشاريعي، وكان أول ردة فعل لي أنه يلي هي ردة فعل أكاديمي بتكون تعطوني 2 3 أشهر لحتى حط الخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وبعد بعمل مؤتمر صحفي. بالفعل هذا اللي صار، بعد 3 أشهر عملت مؤتمر صحفي اللي بتوقع قوم فيه بالمرحلة القادمة بوزارة التربية والتعليم العالي، إن كان على صعيد التعليم التقني والمهني ولا التعليم العالي ولا التربية بكل مجالاتها. فبالفعل كان في إنجازات عديدة بالوزارة خلال يعني بكفي لك إنه المنتدى الاقتصادي العالمي كل سنة بيطلع بتقرير بحط فيه مؤشرات نجاح بمجالات عديدة من ضمنها مجال التعليم العالي. فبآخر سنة 2013 نتيجة كتير أمور قمنا فيها بالسنتين اللي مرقوا من 2011 ل 2013 كانت مرتبة لبنان في التعليم العالي، يعني راح أذكر بس رقمين. طبعا في أرقام عديدة. جودة نظام التعليم العالي كان مرتبة لبنان 10 من 144 دولة. بالنسبة لجودة التعليم الرياضيات والعلوم في الجامعات في لبنان كان مرتبة لبنان 4 من 144. حلو. يعني كان بيسبق بس كان بيسبق 3 دول يلي هي صحيح. بعتقد سنغافورة وفنلندا وبلجيكا وقتها. هلأ ما بعرف الحقيقة، ما بعرف معت معلومات قد ما انغمست بشغلي بي لما رجعت على الجامعة الأمريكية في بيروت. فكان في الحقيقة قوانين عديدة و يعني قرارات عديدة يعني مرقت بمجلس الوزراء. قانون التعليم العالي مثلا أقر جديد، أقر في مجلس الوزراء ومجلس النواب. القانون السابق كان عمره 40 سنة. ف
عالج كثير من الامور يلي لازم يتم تغييرها. طبعا في مشاريع عوانين كثيره صارت غير التنفيذ في فتره اكيد توليك هذا المنصب. نعم. وكله مدون في هذا الكتاب. هلا صرتي تعرفي ليه ما طلعت على الاعلام كثير؟ طبعا لانه الاكاديمي هالقد بيكون حريص على كل الاعمال، طب ما يحكي شيء ما يقدر ينفسه بالطريقه المناسبه. هذا الكتاب موجود وين ما كان؟ الحقيقة أنا وزعته بشباط 2014، وزعت 500 نسخة على الإعلاميين يعني بقدر المستطاع، وطبعا موجود على ويب سايت ممكن يعني الكل يطلع عليه. الكل يطلع عليه. طبعا نحن بنتأمل اليوم بعد انتخاب رئيس الجمهورية انه فعلا انتظام المؤسسات العامه واعاده الحياه وضخ الحياه لها يكون بشكل ايجابي بعيد عن الفساد والمحاصصه وايضا كمان المحسوبيه. معاليك اليوم مع هيك تصريح هلا كمان دوله الرئيس مكاري ووصول الوفود الكتل النيابيه لتسميه رئيس الحكومه، شو بتقول بختام هذه الحلقه وشو بتطمن بركه المشاهدين انه فعلا نحن رايحين صوب مرحلة جديدة كلها تفاؤل وكلها أمل؟ أنا طبعا بهني فخامة الرئيس أولا على وجوده بهذا المركز، وبتمنى الخير للبنان، وبعتقد السياسيين بيدركوا الآن أنه نحن عنا فرصة ذهبية لبالفعل يعني نقوم بكثير من كحكومة يعني بكثير من الأمور يلي بتأثر إيجابا على لبنان، على المواطن اللبناني، على القطاع العام، على المستثمرين، على الاقتصاد اللبناني طبعاً. وهيدي فرصة ذهبية يمكن ما تتكرر بالمستقبل. فأنا أتمنى أنه كل التجاذبات السياسية يعني السياسات الزواريب مثل ما بيقولوا نتعداها لحتى نحط يعني لبنان في الدرجة الأولى والمواطن اللبناني في الدرجة الأولى، لنعالج كل مشاكله يلي تفاقمت بشكل غير مسبوق. طبعا أكيد نحن بنطلب كمان هذا الشيء وبنضم صوتنا لصوتك لحتى فعلا البلد قديش بحاجة، يعني شو ما انعمل رح يبين قد ما هالقد في مشاكل وهالقد في أمور لازم تتعالج. أنا بدي أشكرك معالي الدكتور حسن دياب على اللقاء المميز، فعلا اليوم قدرنا هيك جوجلنا الأمور بشكل سريع، وإنما أكيد رح يكون عنا حلقات مقبلة إن شاء الله نقدر نطلع على الأوضاع بشكل خصوصا بعد تشكيل الحكومة. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا نحن متابعين معكم طبعا بمشاهد مباشرة من القصر الجمهوري، وطبعا حيكون عنا رسائل من فوق لحتى تخبرنا عن كل التطورات اللي عم بتصير وكل استشارات النيابية. لحظات ومنتابع باقي فقرات برنامجنا الصباح المباشر. أنا رومانا، خليكم معنا.